تخبونه. هذا الشخص ربما يكون لديه تأثير كبير على تشكيل الانتخابات. هناك بعض المواجهة التي لم يتم حلها بعد، إذن يجب رفع قانون الطوارئ في الحال. وأتمنى المرشحين أيا كانوا يتم سؤالهم عن هذه النقطة الخاصة بقانون الطوارئ، أرجو أن يكون هناك وعود أنهم سوف يقوموا بإلغاء قانون الطوارئ لكي لا يكون هناك أي قيود على حرية الحديث والتعبير عن الآراء السياسية التي ربما تكون معرضة للسلطات. كذلك دور الهيئة العسكرية لم يتم حلها بعد، ويجب علينا نقوم بتحديد ذلك في المستقبل. هذه نقطة هامة للغاية، وهو دور الجيش. أعتقد أن نستطيع أن نقوم بتطبيق النظام الأمريكي حيث يكون هناك السلطة المدنية التي لديها السلطة الكاملة على السلطة العسكرية، ولكن هناك احترام عميق من قبل الجمهور ومن قبل المسؤولين تجاه الجهات العسكرية. وسوف يكون هناك القوانين التي تم تحديدها البرلمان الخاص بقيود الجيش. هناك بعض الأمور السرية مثل الأمور الخاصة بعملية الاستخبارات، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب نحلها في المستقبل. ولكن بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، إذن العلاقة بين الشخص المسؤول والبرلمان واختيار نائب الرئيس واختيار رئيس الوزراء سوف يتم تداولها. ليس لدي أي شك أن القائد الذي سوف يتم انتخابه سوف يكون حساس بالنسبة لمستقبل الشعب المصري. إني على ثقة في هذه العملية، بالرغم أن كان هناك بعض اللبس في بعض الحالات بسبب شجاعة ووعي الذي تم عرضه من قبل الجمهور المصري لهذه الدولة العظيمة. مصر لديها تاريخ جيد غير متساوي مع بعض الدول الأخرى، وأعتقد كذلك عندما تنتهي هذه العملية الانتخابية ويكون مصر لديها نظام وحكومة ديمقراطية وتم انتخابها بحرية ويكون هناك احترام للمواطن، هناك حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحرية والديمقراطية، إذن مصر سوف تنبثق بطريقة لم تحدث من قبل كإحدى القادة في المجتمع الدولي. أقدم التقدير للشرف الذي قدم لنا المشاركة في ذلك، ونقدم الشكر للسماح لنا أن نكون جزء من هذه الانتخابات، وكذلك شكرا لمن كان مسؤول عن عملية الثورة ولشجاعتهم والتوقعاتنا في المستقبل سوف نكون بتحقيق تلك الأحلام. ودعواتنا لهؤلاء الذين يتمنون أن تكون مصر عظيمة، وشكرا جزيلا.